اهلين اهلين ست ليلى النصابه. ايه هيك بدي احكي معي. شو خلصوا مصرياتك ولا خلصوا الخواريف حواليكي؟ يا سيدي ما عم يرد. قولوا لي شو عمل عماد. الو انتو خبروني شو المطلوب وانا جاهز. شو بدكم جاهز ليك عماد؟ حاول استدرجهم على الحوش. شوفوا لك نحن بدا يجي لهون انت راح تجيبه. هلا هو بيكون نايم بالحوش، يعني اذا بدكم بنروح انا بوصلكم لهنيك على الحوش وبتلقوا القبض عليه موجودا احسن ما هون. انا والله ليش حاطيني بالنص؟ يعني انا زلمي على باب الله بمشي الحيط الحيط وبقول يا ربي السترة. عساس ما في هنديه. شو شايفك صرت الحيط الحيط؟ والله هو بالهند لانه في عالم كتير ملايين مدري مليار والله ما بعرف عالم كتير، فعندهم بيوت كتير صاروا يعمروا حيطان. بقى المافيا ما تلاقي محلات وين انت تمشي، ما في غير يمشوا على الحيط الحيط تلاقيهم. خلاص ولك لسه بتفتحي كرسي لي اضرب من الثاني. انت من جاب لي هالبلوه هي؟ جبت له هالبلوه. حطوها على السياره خلوها على الحوش يلا. بس على شرطه نفسه السياره حطوه. لا 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 يا عماد الله يستر والله مالي غير دقه توفيق. اكيد دقت لك وقالت لك القصه والله العظيم يا ابو جامتي قسما بالله انا كنت بدي اقول لك على كل شيء بس مدري كيف خجلت. قصه شو خجلان من شو؟ لك عن شو عم تحكي انت؟ لا 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 ابو جامتي كنت عم بحكي مع زبون جنبي. كنت عم بحكي مع زبون مو لا اسمع. هلا توفيق المعلم خالد عندك؟ اليكم موجود عم يعمل الحسابات. حلو معناتها خليه يستلم الشغل ودبر اي حاجه تطلع فيها من القهوه وتجي لعندي فورا. ابو جامتي شو فيك شغلت لي بالي؟ لك هلا ما عندي وقت فهمه. اترك كل شيء من ايدك وتعال عندي على الحوش فورا. عم بستناك يلا قوام. بدي اوصل مشوار ساعه وارجع عندي واحد صاحبي واقع بمشكله ولازم اكون جنبه. خير يا سامي؟ هيك شغله بسيطه ساعه وراجع. لا شيء انت لا تسلم لي يلا لا تاخر. ماشي يخرب بيتها شلون اجا من قلبها تعمل هيك بكنتها؟ لحتى تعرفي في كل حماية ما بينعاش معها لا بحلال ولا بحرام. نوريم بركي حماتي بكره هيك طلعت شو بدي اعمل؟ بدك تقبريني مشان هيك لعلي خلي حكيك موزون قدام العالم مشان تعرفي معدنهم وتروحي بتنجلقي انت بفرد جلقة. امي هلا انا بنجلق؟ ايه بتنجلقي. قليلي جلقتك على هاي فنانة الوطن. شو بتتسمى هاي لكا؟ مين؟ هلا لما يتجوز ابو جانتي بده يجيب مرته تعيش عندهم؟ لكن وين بدهم يعيشوا؟ بركي ان شاء الله الله بيرزقوا ويشتروا بيت بيسكنوا لحالهم بدوننا نحن اريح. لا امي الله خليك خليها تيجي تعيش عندهم. والله كثير بنتسلى بنصير بنعذبها بنعمل فيها شغلات مثل المسلسلات. يا سماوية شغلات مثل شو؟ يعني مثلا بنصير نعمل فيها مقالب وبنفتن بينها وبين ابو جانتي. لك تروحي خنق حدا بيفتن على اخوه؟ لك امي شو دخل ابو جانتي عم بحكي على مرته؟ لك عواطف ما قلت لك فكري قبل ما تحكي عيب عليك. امي طلع التفكير شغله كثير صعبه. كل ما واحد يحكي شغله بده يفكر فيها الا بين ما يفكر ويحسب ويطرح ويقرر بتكون راحت القصه وتغير الموضوع. عواطف بتعرفي المثل شو بيقول؟ فالج لا تعالج. إيه لكن امي ما بعرف اصلا كثير بحبه لهذا المثل. هذا من 1000 سنه الشخص ذاته اي له خصوصي مشانه. هيك امي الله يسامحك. والله انا مو قصدي انه يعني ايه خلصينا اسكتي بقى خلينا نعرف ونكمل مسلسل شنو هذا الجزء الاخير ما بدنا نروح عليه.